هنا الرسمة دي جميلة أوي، موضحة لي الأنتيرو أبدومينال وول من الداخل. فهنا اللي أنا شايفه ده آخر طبقة في الأنتيرو أبدومينال وول، بعد ترانزفيرسس أبدومينس في فاشية مبطنة الترانزفيرسس أبدومينس، يعني آدي الدايفراجم أهو وآدي الأنتيرو أبدومينال وول متبطن من الداخل بفاشية اسمها فاشية ترانزفيرسالس. هنا هنشوف جاست أباف الميد انجواينال بوينت، هنا في الفاشيا ترانزفيرساليس بلاقي هنا فتحه اسمها ديب انجواينال رينج. الديب انجواينال رينج دي لاترال للارتري، ده الارتري ده اسمه انفيرو ابيجاستيك ارتري. هنشوف دلوقتي الانفيرو ابيجاستيك ارتري ده بيخش هنا جوه الشيز ده اللي هو اسمه ريكتا شيس، يعني عشان يخش جوه ريكتا شيس فبيخترق البوستير وول بتاع ريكتا شيس اللي هو الفاشيا ترانزفيرساليس، فادي الفاشيا ترانزفيرساليس. نرجع للثقب الموجود في الفاشيا ترانزفيرساليس جاست اباف او هاف ان انش اباف ذا ميد انجوينال بوينت او جاست لاترال للانفيرو بجاستريك ارتري، ديت اللي بيسموها ديب انجوينال رينج. تيز اباوت هاف ان انش اباف ذا ميد انجوينال بوينت، وبعدين الرينج ديت gives passages for spermatic cord in male أو round ligament of the uterus in female.